رولا سعد، لماذا تتهم بالمتاجرة بيتمها؟ لماذا؟ لأن يمكن ما بيعرفوا قيمة اليتم، مشان هيك هني بيتاجروا بالأقلام. البعض طبعاً بيتاجروا بطريقة كتابتهم، لما بيعرف كل يتيم بيعرف أنا شو بحكي. هل يحق لليتيم أن يتاجر بيتمه؟ هيدي مش متاجرة. شو هي؟ هي الحقيقة. برأيك كل حقيقة يجب أن تقال، ومهما كانت مرة ومهما كانت صعبة؟ طبعاً. لما بيجي بيقول لك بيك أمرجي بباريز عم يلعب وبي ميت مثلاً، بتسكت؟ تشويه صورة أمك بالشكل اللي شوهتيها. أنا ما شوهت. شو عملتي؟ أنا ما شوهت، أنا قلت الحقيقة. شو هي الحقيقة؟ قلت إنه الأم لازم تعرف خطورة الدورة. الأم إنه تركت بنتها، تركت ابنها، تركت عيلتها، بتروحي لعندها، ما بتستقبلك، ما بتعمل واجباتها معك. أي صورة بدك تعطي عن والدتك عندما تتكلمي عنها بهذا الشكل في الإعلام؟ بقول إنه الأم لازم تعرف خطورة الدورة. جانا عم نحكي بمواضيع. لا هي الصورة إنه ما عرف خطورة الدورة. لماذا تتهم بالمتاجرة بموضوع يتمى؟ بالنسبة لبعض الأشخاص. والدتك شخصيا وصلت رسالة عبر صديقة مشتركة لإلي، بتقول فيها إنه كل الكلام اللي ورد على لسان رولا هو بعيد كل البعد. تطلع على الهوا، يلا أعطينا رقمك. خد رقم صاحبتك. لا رفيقتك، سوري. لا معلي مش انت جايب. لا نعم، اعطينا رقم والدتك. اعطينا رقم والدتك على الهواء لنتصل فيها. نحن بنتصل فيها. هي تقول ان كل كلمه وردت على لسان رولا هي غير صحيحه، ورولا تستخدم هذا الموضوع. حبيبي انت قادره توني. انا قادره شو؟ بقدره شو؟ انا ما بعرف. انا رفيقتك. اوكي رفيقتك، اعطينا. خلها مشي صاحبتها الانتيم، خلها تعطيك رقمه. ليش انت بتحديها؟ ليش انت ما بتعرفي؟ لانه انا ما بحق لي، يعني انا بعرف كيف بتفكر. خلي هي تقلنا. لا سوري، ما عليه. خلي هي تقلنا. قالت لبعض المجلات، قالت لا. خلي هي تقلنا لا. يعني اليوم لماذا لا نعطي هذه السيده حق الدفاع عن نفسها؟ حرمه البيت. وين حرمه البيت؟ بينها وبين جوزها، هي حره. انت بتقولي انك على صداقه. انا صداقه مع اولادها، ما مش صداقه معهم. عم تقولي على صداقة كنت مع جوزة كمان؟ طبعاً جوزة موقفة تاني سلم عليه. بتقولي إنه جوزة أحسن منا؟ مش متفهم أكتر منه. متفهم أكتر منا. طيب لماذا لا تعطينا رقم؟ ما بحق لي. أنت لا بتعرف كيف بتفكر. خلي هي ترفض. لا أصلي. أنا علي حاول أسألها. يا حبيبي أنت ما عم بتقول إنه في حدا قال لك؟ أعطيني هالحدا وأنا بتحديها. بعد الحلقة اللي طلعتي فيها معي ببرنامج للنشر اللي يعرض في بيروت، وسردتي سيرة حياتك المؤلمة جداً، اللي أثرت بالناس بشكل، يعني عملت ثورة تاني نهار هذه القصة. هل اتصلت فيك الوالدة؟ لا. هل حدث أي اتصال بينك وبين حدا من أفراد عائلتها؟ ابنها على طول. ابنها مش خيك، يعني ابنها من الخي ومش من خي. الزوج الثاني طبعا. أوكي، شو قال لك؟ لا ابنة. عنده أشياء خاصة ما فيني أحكي. لا، هل هو موافق على ما قلته عن والدته؟ ما فيني أحكي. قال لك إنه وافقك ولا عاتبك؟ ما فيني عاتبك. ما بدي فوتوا بمتاهات. ما فيني احكي. بحكي عن حالي. بكره بسمعك هو شو بيحكي لك انت، بس مش على الهوا. ليله عيد الام، هل رولا تقول لوالدتها ينعاد عليك؟ شو الام؟ ما قال لي شو الام؟ ما انت فسر لي، انت كانت امك امي سلي، قال لي شو الام؟ انا ما بعرف شو الام. شو الام؟ لا تعتقدي برابط الدم؟ رابط الدم شو؟ في شيء كثير ما فيني احكيها وما بدي احكيها وخلص، بليز سكر على الموضوع. سؤال، لا قدر الله اتصل فيك حدا هلا وقال لك امك اصابها مكروه، شو بتكون ردة فعلك؟ بزعل عليها وببكي عليها، بس مثلها مثل غيرها. شو بعمل؟ بدك يعني يا عم العشرة إلها قيمة. اللي بدك نافي هلا هون بكون عم كذب وعم تاجر. العشرة انا بحس بامي لما بتنيمني، لما بتطعميني، لما بتلبسني، لما يكون عندي مصيبة واقفة حدي، وكيف بدي احس فيها؟ بحس بجارتي بحس فيها اكثر ما بحس بامي. من حرض رولا على والدتها؟ لا احد، ما حدا. من زرع براسك كل هذه الشكوك وكل هذا الحقد؟ لا ما في حقد، سوري انا ما بعرف احقد، بس انا لما ما بشوف مبادله، يعني انا اذا ما انا بجرب اول مره احكيكي، ثاني مره احكي واقسم بالله، والله شاهد على كلامي وان شاء الله ما بتوفق اذا كنت عم زل، اني انا اول مره حكيتها وثاني مره وثالث مره ودست على اشياء كثير حبا بالله مش حبا فيها.
وبعدين انه انا برجع بليز انه حبيني، بدي 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 اياها يعني تحبني بالقوه. 59% اقتنعوا باجابه رولا سعد، 41% لم يقتنعوا.